أحمد تصدق هذا المشروع دائما يطلع لي والشباب قاعد يسولفون عنه. صدق مال علي هالمشروع؟ تعال صدق اتصل على عثمان، أنت خبرة فيهم. صدق خلاص اتصل عليه. يعطيكم العافية يا شباب، اليوم عندنا اجتماع استثنائي راح أتكلم فيه على أكثر من مرحلة وراح أفندها مرحلة مرحلة، تمام؟ وإحنا الحين بالمرحلة الرابعة، إعداد دراسة الجدوى التفصيلية، وهذه المرحلة تتضمن أولاً تحليل البيئة ويقصد بها هل المشروع يتلائم مع صدق أحمد، صار لنا ساعة لاتصل عليه وليه ما رد عليه. لا اتصل عليه مرة ثانية. أتصدق والله ما أحب الحركة. احنا خلصنا المرحلة الخامسة. عثمان لا تفضلت، ارسل واتساب حق محمد خلي جهاز تقارير. اتصدق متصل الآن، بس أنا راح أدمع لك، راح أعطيه حظر الحين. الله يعطيكم العافية شباب، خلصنا الاجتماع وإن شاء الله نشوفكم اجتماع ثاني. أنا ذنكم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.